زينة. أي شبيك حميد الصاير شبيك اليوم؟ زينة أقول نروح الغرفة ناشي تقولين؟ ش راح نصخهم بالغرفة يا ترى حميد؟ ش نصخهم؟ ش مدريني زينة نسوي اجتماع عن مشاكل الأمة العربية ونلقي حل إلها. ها زينة ش قلتي؟ خلي نلقي حل على هذا الموضوع لأن تدرين مشاكل الدول العربية هواية. تحكي صدق حميد؟ للزينة فدوى روح لشكاف الخاطر الله أنعل أبو هالسوالف. خلي نتغازل شوية ها شو تقولين؟ خلي نمارس حياتنا الزوجية ها شو تقولين؟ شبيك حميد؟ زهراء قاعدة لا تسوهيد. للزينة فدوى روح لك على أقل انطيني هدية شي. يلا تعالي. أويلي الله الله. إيش صار ولك زينة؟ الله يا ربي شنو صار؟ زلزال زينة؟ صار زلزال؟ شنو هالزلزال زينة؟ مو زلزال حميد، هذا الفقر. لين غراض البيت كله قديم بس انطخشي قبل يتكسر حميد. غراض ما قديمة زينة. برأيي انت تبالغين، الغراض ما بيها ولا شي، كل شي جديد وسليم. باعي سليم الله يا الله، الغراض كلها سليمة. الله أخ. اي صدق كل السليمة غراضنا حميد. ها شلون الوقع خمات أذيت شايف محميد؟ يلا قوم، مو قلت لك حتى غراض البالة أحسن من غراضنا، لازم نشتري غراض جديدة. أوف. نشتري بس شلون نشتري زينة؟ صح كلامك بس حتى ما عندنا فلوس بالبيت. أقول خلي أني هم ألقى شغل واشتغل على الأقل أجيب كم فلس على البيت، شو تقول؟ ما يصير هيك شي، شلون هاي؟ الله يا الله. ثانيا من يدير بال على زهرة إذا أنت اشتغلتي؟ ماما شو وقت تأكل؟ ناكل بس شلون ناكل؟ غاز ما عدنا وما نقدر ندفع الفواتيرهم. يعني نبقى جوعانين؟ لا عيني لا بنتي الحلوة يا مدللة أبوها أمش تشاقة. إحنا اليوم ناكل برا مو زينة؟ إيه اليوم راح ناكل برا بنتي. سبع باباتي. زهراء حبيبتي عجبتك اللفة؟ كلش طيب بابا بس اللي انت تسويهم اطيب. قلبي بنت الحلوة اموت عليها تاني كلش احبك، انا راح اخليها بحلقي واكلها. شقد حب هاي البنية. حميد ها ما دام ما تقبل اشتغل خليني اشتغل سوية العد. للزينة شنو نشتغل سوية؟ فدوى اروح لك انا بس اعرف اسوق تاكسي بس، من هاي دا يجيني فلوس والحمد لله والشكر، بس إذا تقولين غني ما أقدر أطلع فلوس. زينة تعالي إذا تريدين نغني سوية ما يخالف. لا ترفض قبل حميد، ليش تقول أني ما أعرف شي غير شغل التاكسي؟ خلي نفتح مطعم كباب، أنت تسوي كباب كلش طيب، أنا حضر اللحم والزلاطة وأنت تسوي الكباب. واني أخسم مواعين ماما. لا عاد ليش بنتي أنت بقد الماعون. الله يا الله. زينة فدوى أروح لك، لا تخربطين وتلعبين براسي البنية هم. انت تعرفين شقد ايجار المحلات؟ شنو عبالك هوسه هي؟ هذا هم غالي حميد. زينة تعيشين على هالعقل. راح نفتح باص ونسميه قص الأمان. شلون يصير هذا يخبل؟ ونرتب اللحم وتبله وحضره وسوي كلش طيب يخبل. وتحضرين الزلاطة والطرشي والشنينة. ونجيب فلفل من القرية هم. ونشتري اللحم من مكان زين همينة. شغلات الباص هم سهلة، عمو جميل عنده باص قديم بالحديقة ناخذه من عنده. زينة اي، واصلا عمو جميل كان يريد يبيع الباص، خلي الصبح نروح نشتريه. ونوفي ديوننا من نشتغل شوية شوية. ها زينة كل شي جاهز، اللحم جاهز والباص جاهز، لعد يلا خلي يشوفوني كباب العالم. تعالوا ذوقوا. تعالوا ذوقوا يلا. الله 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 كلش حلوة والله. زينة اشترينا الباص صح قديم شوية بس إذا صرنا إيد بإيد نحل المشكلة بإذن الله حميد. اي ما شاء الله ما شاء الله. قص الأمان. زينة شلون عجبك؟ طلع أحلى من اللي بالسوق حميد.
بنتي يا مدللت أبوها، بنتي الحلوة، احنا كل اللي نسويه على مودك حتى يصير عندك مستقبل كلش حلو. كل هذا الشيء راح نسويه كله على مودك انتي. راح نخلي الباص بمكان مناسب هيجي، مكان بيه ناس هواية هواية كلش. ها زينة، مو حلو هيجي؟ واني راح احضر اللحم والزلاطة والمقبلات حتى نبلش نبيع بالليل. يلا بسم الله.